أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة المنظمة العليا لأسبوع بريف الدولي للقتال على الأهمية الكبيرة التي تمثلها استضافة المملكة لعدد من البطولات العالمية كونها تسهم في تعزيز مكانة البحرين على خريطة الرياضة العالمية وتعد وسيلة مثالية لترويج اسم المملكة في العالم علاوة على المساهمة في النهوض بالمستوى العام للرياضة البحرينية جراء الاحتكاك مع لاعبي العالم الذين سيتوافدون إلى المملكة. واعتبر اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن استضافة البحرين للبطولات العالمية دليل واضح على مدى ثقة الاتحادات الرياضية الدولية بقدرة المملكة على توفير مختلف عوامل النجاح لاستضافة التظاهرات الرياضية المتنوعة، ما يحملنا مسؤولية مضاعفة من أجل مواصلة السير على خطى التميز في مجال استضافة البطولات الرياضية وعكس الصورة المشرفة عن البحرين وقدرة أبنائها على القيام بالأعباء المترتبة على تنظيم البطولات الرياضية العالمية. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة من بين أهم البطولات التي تستضيفها المملكة في الفترة الحالية بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة والتي وضعت البحرين في دائرة اهتمام الإعلام العالمي وتسليط الضوء على منجزاتها المتميزة خاصة الرياضة. وتابع سموه أن المتتبع لمسيرة اليوم الثاني من نزالات البطولات يدرك تماما أن نسخة البحرين هي الأفضل من كافة النواحي، فبعيدا عن الأرقام التي حطتها البطولة من حيث المشاركة ونوعيتها تبرز لنا محطة جديدة هي المستويات الكبيرة والمتميزة التي قدمها المقاتلون من مختلف دول العالم والنزالات التي رافقت هذا اليوم الرائع من تاريخ البطولة. وبين سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة يوم بعد يوم تثبت البطولة عدم القدرة على تكهن هوية البطل الفائز بلقبها، فجميع المستويات متقاربة والكل ينازل بقوة وشجاعة، ووضع نصب عينيه تحقيق اللقب وهو حق مشروع للجميع، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح. أما بخصوص المنتخب الوطني، جدد سمو الشيخ خالد ثقته في المقاتلين وقال إن منتخب البحرين يمتلك مقاتلين أشداء وأقوياء ولديهم من الخبرة الدولية ما يؤهلهم للتنافس على ألقاب البطولة، ونحن نتطلع إلى أن يكون للبحرين نصيب وافر من حصة بطولات العالم، من علمنا أن البطولة ليست سهلة قوية، لكننا نثق في قدرات مقاتلينا وبحرصهم على تشريف البحرين. وأضاف سموه لقد تابعت باهتمام كبير مسيرة مقاتلي المنتخب في اليوم الثاني من البطولة، وكانت هذه المسيرة موفقة بتحقيق مقاتلين لانتصارات مهمة ستقودهم إلى الأدوار الثانية من البطولة وتمنحهم الثقة الكاملة نحو المنافسة الحقيقية على اللقب. ودعا سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الجماهير الرياضية إلى متابعة فعاليات البطولة العالمية والاستماع بالعروض الفنية المتميزة التي ينتظر أن تشهدها جراء مشاركة نخبة المختارة من مقاتلي المنتخب الوطني ومقاتلي دول العالم.